السلام عليكم، أنا زينوبيا من بغداد. أرحب بكم قناتي زينوبيا تشانل، وحبيت اليوم أحكي عن أخطاء وكوارث إزالة شعر الوجه والجسم، فتابعوا وياي الفيديو حتى تتعرفون عليه. هسه بنات، بعد ما كملنا وازلنا شعر الوجه، شنو الخطوة الثانية اللي احنا لازم نسويها؟ طبعا بعد ما ممكن اكون حفيت وجهي، ممكن اكون استعملت الماكينة او استعملت وحدة من الطرق اللي ذكرتها حتى لو كانت خطأ، بعد ما استعملنا وكملنا تلاحظون ان الوجه يبدي يبخ حرارة، يعني البشرة تبدي تصير حمراء وتبخ مثل حرارة تطلع منها. فالشيء الممنوع انه اني اسوي ممنوع تماما، اول شيء ما الزم وجهي، يعني اني هاي ايديا ممكن تكون ملوثة ايدي، يعني لزمت اي شيء، فما اجي الزم وجهي، هذه الشغلة ما اسويها لانه هذه ممكن تنقل بكتيريا او جراثيم للوجه. هذه شغلة. الشغلة الثانية انه اني ما اخلي اي شيء على وجهي الى ان يرتاح، يعني ممكن بعد فترة ربع ساعة نص ساعة ساعة ترتاح البشرة تماما وتبرد، لانه قلت لكم الوجه يبدي يبخ حرارة. بعد ما تبرد البشرة ابدي اخلي كريمات للوجه، هسه راح احكي عنها كريمات بنات اللي راح احكي عنها، اخليها حتى اتلافى انه البشرة تحبب او تطلع حبوب بيها. الكريمات اللي اخليها، اول كريم هو الزنك. اكو كريم ينباع بالصيدلية زنك، يعني هو مكتوب عليه زنك. اني سألت الدكتور، قلت له دكتور اني بعد ما احف بشرتي شنو اللي، سألت الدكتور قلت له دكتور بعد ما احف وجهي شنو اللي اخليه، قال لي تاخذين عصارة الزنك، يعني هي مكتوب عليها زنك، ما موجودة عندي للأسف. هذه تخليها على الوجه. الزنك هذا بيه مضاد حيوي بنات، وبيه نسبة ترطيب، وبيه مثل التهدئة للبشرة، يعني يهدئ البشرة. فهذا اني ممكن اخليه على وجهي بعد ما اكمل الحفافة او ازالة شعر الوجه. اذا ما عندي زنك او ما حصلت هذا الزنك، ممكن استخدم السودوكو. اكو كريم اسمه سودوكو بنات، انا حتى مرة متابعة سألتني عنه. السودوكو هذا بنات هو اهم مكوناته الزنك، يعني هذا كريم سودوكو اللي هو يستخدم للحفاظات، هذا ممكن استخدمه لان هو من مكونات الزنك. فهذا ممكن اخليه على وجهي يحمي بشرتي من انه هي تلتهب او يطلع بيها حبوب. طيب اني ما عندي هذه الكريمات واجيت يعني لاي سبب كان طلعت بوجهي حبوب، شنو اللي اسوي؟ اروح للصيدليه اخذ كريم اسمه كريم فيوسيدين او كريم الاسد او كريم فيوسيدين. كريم فيوسيدين، الكريم هذا بنات باربع انواع، أربعة أنواع. أكو نوع اللي يكون كريم، أكو نوع يكون كريم هذا للبشرة مضاد حيوي للبشرة، هذا تستخدمينه تخلينه على بشرتش على مود الحبوب، إذا صارت حبوب أو شيء تخلينه فترة إلى أن تروح الحبوب. وأكو نفسه هو مضاد حيوي وأكو نفسه يكون مضاد حيوي بس يكون مرهم، يعني يكون شوية دهن ثقيل، هذا للبشرات الجافة. وأكو منه نوعين شكليا، يكون هذه الشكلية للجسم لأنه بي كورتيزون، فيكون للجسم، ما أنصحش أنه أنت تخلينه على الوجه لأنه بي كورتيزون. هسه راح نحكي عن إزالة الشعر للجسم والمناطق الحساسة. المناطق الحساسة بنات المقصود بها الأبط ومنطقة البكيني. الأبط بنات ممكن أنه أنت تستعملين الشيرة، وممكن الماكينة، ماكينة براون اللي حكيت لكم عنها، وممكن الخيط، هذه هي الطرق الأمينة. أما إذا أجيتي استخدمتي الموس وحلقتي الأبط، فهذه الشغلة راح تسود المنطقة. يعني أنا أعرف بنات يستخدمون الموس بإزالة شعر الأبط، المنطقة عندهم سودة صارت. بس إذا أنه أنت مضطرة، مرات إذا مضطرة أو مستعجلة ممكن تستعملين الحلاقة، بس تخلين مرطب بعد الحلاقة حتى لا يسبب لك التهاب بالمنطقة. إحنا قلنا بنات، نجي هسه على المناطق الحساسة اللي هي منطقة البكيني. إحنا قلنا أنه الحلاقة، إحنا قلنا ذكرنا أنه الحلاقة هي قشط، وأنه أنا ما أنصحكم بها للوجه. هنا بالمنطقة الحساسة اللي هي البكيني الموضوع مختلف تماما. القشط هنا بنات يعني تعقيم، يعني هنا المنطقة انقلبت، يعني هنا الفكرة انقلبت،
القشط هنا يعني تعقيم، لأنه هذه المنطقة إحنا دائما نغسلها، دائما تكون هي رطبة، يعني تقريبا تكون رطبة، فممكن تنمو بها بكتيريا أو يعني تطلع فطريات، ممكن تنمو بها بكتيريا أو فطريات، يعني هذه الأمور شوية تسبب يعني ضيق أو ممكن أنه يعني تضايقين من عندها. فأفضل طريقة لإزالة الشعر المنطقة الحساسة اللي هي البكيني هي الحلاقة، لأنه القشط هنا راح يكون تعقيم. أكو طرق أخرى طبعا، يعني ممكن الشيرة، ممكن الشيرة ولو ما أنصح لأنه سبب ترهل، ممكن الليزر، يعني أكو هواية طرق. بس ليش الحلاقة بالذات لهذه المنطقة؟ لأنه أكو حديث شريف للنبي عليه الصلاة والسلام حدد طريقة إزالة شعر المناطق الحساسة، يعني قال الإبط، قال نتف الإبط، وقال بالنسبة للمنطقة الحساسة اللي هي منطقة البكيني، قال إنه هي الحلاقة هي أفضل شيء لها. يعني هو كان ممكن يقول تزيلون الشعر ويسكت، لا، وإنما هو انطانا الطريقة الصحيحة، فإحنا نتعلم من الحديث الشريف الطريقة الصحيحة ونمشي عليها. أكو رأي يقول إنه هي ممكن تسود المنطقة، لا، هي ما تسود المنطقة، إذا أنت رطبتي المكان بعد الحلاقة ما راح تسبب أي سوداد أو يعني أي شيء. فهذا هو موضوعنا اليوم عن إزالة شعر الوجه والجسم والمناطق الحساسة. أتمنى أنه تكون المعلومات اللي قلتها اليوم استفاديتوا من عندها، ويعني أخيرا أقول اشتركوا بالقناة، فعلوا جرس الإشعارات، إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك، وتابعوني على مواقع التواصل الظاهرة على الشاشة، واللي تلقوا الرابط في صندوق الوصف. تحياتي لكم وشكراً.